بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا الشريعة هداية على متنها، نحن بكل حماسة نرفع رايتك، رايات التوحيد والسلام. آمين يا ربنا يرحمه. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. أم حسب الذين اشترعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم، يعني ما لا تكونوا أنداد لنا لا في حياتكم ولا بعد مماتكم، سواء هنا الاختلاط مس كل الأصعدة، مش كل الساحات، على كل الساحات. أم حسب الذين اشترعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم، يعني سواء كان في الحياة دي ما كنش أسوياء لنا ولا بعد الموت كذلك. نحن حزب الله وأنتم حزب الشيطان الخاسر بالتمام والكمال. أيوة. أم حسب الذين اشترعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. ريت اقتران إيمان وعمل الصالحات، ماشي التوفيق ما يمشيش. كالذين أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. ورب يحكم عليك لحكمك سيء جدا، وليس في صالحك في أي شيء كان، سواء كان في الدنيا أو أثناء الحياة البرزخية أو في تمام المرحلة التي تنتهي بكم إلى الجحيم، وبئس المصير، وبئس المثوى، وبئس الناس اللي فيه في هذا المثوى. نسأل الله السلامة.